أشارت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة حماية المستهلك إلى إحصائيات مهمة لعدد تراخيص الترويج والتخفيضات الممنوحة للمنشآت التجارية وعدد السحوبات التجارية في مواقع التواصل الرسمية التي تنظمها المنشآت التجارية والتي يتم من خلالها منح الجوائز للمشاركين. للحديث عن هذا الموضوع معي عبر الهاتف المهندسة انتصار عبد العال، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة. أهلا ومرحبا بك أستاذة مهندسة انتصار. ما دور إدارة حماية المستهلك في الرقابة على هذه الحملات الترويجية والتخفيضات التي تنظمها المحلات التجارية في المملكة؟ مساء الخير. مساء النور. إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تلعب دور مهم في إصدار الموافقات والتراخيص للحملات الترويجية والتخفيضات التجارية اللي تنظمها أغلب المنشآت التجارية المنتشرة في جميع محافظات مملكة البحرين. فإدارة حماية المستهلك هي الإدارة المسؤولة عن دراسة طلبات المنشآت التجارية اللي تنوي تنفذ حملاتها الترويجية أو التخفيضات بعد ما تعمل على تقديم طلبها عبر النظام الإلكتروني المتوفر على بوابة الحكومة الإلكترونية أو الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. طبعا بعد مراجعة جميع المستندات والتحقق من صحة جميع العروض يتم منح الموافقة وإصدار الترخيص خلال فترة محددة لتنفيذ الحملة من قبل المنشأة التجارية. نعم. كيف تراقب إدارة حماية المستهلك مدى التزام المنشأة بتطبيق التخفيضات أو العروض التي تقدمت لها من خلال الموقع الإلكتروني؟ نعم، تحرص طبعا الإدارة على ضمان حماية المستهلك منهم المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من خلال تحقيق النزاهة والعدالة ويعني حمايتهم من أي من الغش التجاري أو أي نوع من أنواع الممارسات غير القانونية من خلال رصد المخالفات في الأسواق المحلية بصورة دورية عبر تنفيذ الحملات التفتيشية بالتعاون والتنسيق مع إدارة التفتيش بالوزارة. فبلغت عدد المخالفات العام الحالي 21 مخالفة. تمثلت هذه المخالفات في أن هذه المحاملات أو المنشآت التجارية غير حاصلة على التراخيص أو عدم مطابقة نسبة التخفيضات في المحل أو الفرع مع نسبة التخفيضات المرخص لها أو عدم تثبيت شهادة الترخيص وبيانات الحملة على واجهة المنشآت التجارية. نعم. وغيرها من المخالفات اللي ما تتطابق مع القرارات واللوائح الوزارية ذات العلاقة. نعم. على ماذا اشتملت الإحصائيات التي رصدتها إدارة حماية المستهلك؟ طبعا هناك كثير من الإحصائيات المعنية بالحملات الترويجية والتخفيضات. نعم. ولكن بلغ عدد تراخيص الحملات الترويجية في العام الحالي إلى 1327 ترخيص، وبلغ عدد ترخيص التخفيضات التجارية 1412 ترخيص. شكرا جزيلا لك مهندسة انتصار عبد العال، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.